قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قعد عليه السلام على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه ثم قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. هذا الحديث سمعه أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه، وهو من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بالأصل من ثقيف وكان عبدا في الجاهلية. فلما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقيفا في حصن الطائف 45 يوما في غزوة الطائف بعد حنين، نادى مناديه: من نزل إلينا فهو حر. فنزل 6، وهؤلاء 6 منهم نفيع بن الحارث وهو أبو بكرة رضي الله عنه، وكان بعد ذلك من فقهاء الصحابة وعلمائهم. وهو يحدث عن هذه الخطبة التي شهدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره، أي كان في وقت الخطبة راكبا، وذلك لإظهار صوته وبيان ما يريد، وليراه الناس دون أن يزدحموا في رؤيته. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد البيان يرتفع، ففي حجته وهو يقول للناس: خذوا عني مناسككم، طاف على الناقة وسعى على الناقة ووقف على الناقة بعرفة ووقف على الناقة بمزدلفة ورمى على الناقة جمرة العقبة. فكل ذلك يفعله وهو راكب ليراه الناس وليتعلموا هذا الهدي الذي أمرهم بأخذه عنه، فقال: خذوا عني مناسككم. فكذلك هنا هذه الخطبة خطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في حجة الوداع، قيل كانت في اليوم 7 وقيل كانت في اليوم 12 وهو يوم النفر من إلى الذين يتعجلون يخرجون في يوم التعجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم خطب هذه الخطبة، والبعير واحد الإبل فيطلق على الذكر والأنثى، والمقصود به ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء وتسمى العضباء، ووصلت إليه من أبي بكر الصديق في الهجرة، وبقيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، فعاشت بعده 3 أيام وماتت. وهذه الناقة كان لا يحمله عند نزول الوحي إلا هي، إذا نزل الوحي عليه وهو على أي دابة وقعت على الأرض إلا هذه الناقة، فكانت إذا نزل عليه الوحي وهو يركبها وقفت وقطعت جرتها، تقطع جرتها من شدة الوحي وتبقى واقفة حتى إذا انفصل عنه الوحي انطلقت في سيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم زكى هذه الناقة، فإنها عندما بركت يوم الحديبية وهو متجه إلى مكة قال الناس: حل حل، خلأت القصواء، أي حرنت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. وكذلك فإنه يوم الهجرة عندما جاء وصل إلى المدينة يوم 2، فبدأ ببني عمرو بن عوف ونزل فيهم، فأقام مسجد قباء بناه، بدأ بناءه يوم 2 وجلس فيه 3 والأربعاء والخميس. فلما كان يوم الجمعة خرج ضحا وهو على ناقته، ولم يعرف الناس مقصده، فكان كلما مر بقوم حشدوا له وأمسكوا بزمام الناقة يقولون: يا رسول الله انزل فينا، فإن فينا المناعة والعزة. فيقول: دعوها فإنها مأمورة. حتى وصلت إلى بني عدي بن النجار فبركت عند باب أبي أيوب الأنصاري، وهو المكان الذي أقيم فيه المسجد، وبركت في حائط ليتيمين من يتامى بني عدي بن النجار، وهذا الحائط كان فيه نخل وفيه قبور المشركين. وهذا
الحائط بركت فيه أولا ثم نورت ساعة ثم قامت ودارت ثم رجعت إلى مبركها الأول فقال هذا المنزل إن شاء الله، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك. فهي المقصود هنا ببعيره، وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، أمسك إنسان وهو بلال رضي الله عنه وهو الذي كان يقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بخطامه. الخطام الحبل الذي يربط فوق خطم الناقة، والخطم أعلى الأنف، فهذا الذي يربط فوق الخطم ويجعل بعضه خلف الرأس هو الذي يسمى خطاما. والزمام هو الخزامة التي تجعل في برة الناقة، والبرة ما يكون من الحديد أو من النحاس في أنفها فتقاد به.